السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين زوينات؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير. ومرحبا بكم دي في قناتي مطبخ أمينة أم سليمان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كسكسو بطريقتي، بطريقة مبسطة جدا، يعني سهلة بزاف ديال الناس المبتدئين، غادي يعجبكم ان شاء الله من بعد ما غادي ديروه وغادي تذوقوه، فغادي تنبهروا بالنتيجة من بعد ما انكم غادي ديروه اول مرة. كنهضر مع الناس اللي غادي يديروه اول مره فيجربوا هذه الطريقه، هذه راها ناجحه 100%. ونبداو ان شاء الله وعلى بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. اول حاجه غادي نحتاجو نص دجاجه، انا عندي مقرضه فممكن تستعملوها صاينه، ممكن نخليوها يعني نقرضوها بهذا الشكل. غادي نحتاج تقريبا زلافه كبيره ديال الحمص، غادي نحتاج تقريبا نص كاس ديال الزيت، وغادي نحتاج كذلك رأس ملعقة أو نصف ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من السكنجبير، نصف ملعقة صغيرة من الإبزار، ونصف ملعقة صغيرة من الخرقوم ودامة البنة أي كنور البقري، كتبقى حسب الرغبة اللي بغيتو ديروها، فأنا كنضيفها كي تعجبني كتعطي واحد المذاق زوين زوين بزاف. وغادي نحتاج كذلك بصيلة صغيرة مشلضة بهذا الشكل الرقيق، غادي نحطهم فوق البوطة باش يتشحروا. وغادي ننتقل باش نوجد الخضره ديالي اللي فيها ربيطه ديال الربيع، نحاول نربطها بهذا الشكل، فيها القرعه الخضراء والقرعه الحمراء وفيها اللفت، فيها خيز، ونحاول نحيد ليه القلب ديالو اذا كان القلب ديالو كبير بزاف، وفيها كذلك بطاطا واكيد فليفله كتبقى اختياريه، فانا كتعجبني بزاف كناكل بها كسكس وكتجي زوينه. من بعد غادي ناخذ السميده ديالي، تقريبا نص كيلو ديال السميده اللي استعملت هنايا باش نعطيكم العبار مضبوط، تقريبا نص كيلو ديال السميده هنا بيدات، فدرت فيه قبيصه ديال الملحه باش كيبنان. ومن بعد احتاجيت هنا كاس ونص ديال الماء، فبقيت كنخلط بهذا الشكل، يعني كندخل الماء السميده ديالي مزيان، واخا تبان لكم فزقات فما تخافوش منها، تبعوا معايا الطريقه راه ما غادي يوقع ليها حتى شي حاجه. ومن بعد غادي نزيد ليها تقريبا حفينه ديال الزرع اذا كان عندكم متوفر، غادي نخلط واحد شويه وغادي نخليها جانبا بهذا الشكل حتى تنشف لي تماما، فراها كتكرم. عاد كناخد السيار ديالي او الغربال وكنغربل السميده ديالي فيه، فمن بعد ما كنغربلها كاملها فكندهنها بالزيت، خليكم معايا من بعد ما سالي وغادي نرجع لكم باش نديروا ليها الزيت. بعد ما كندهنوها بالزيت مزيان، الزيت البلديه، فغادي ناخدوها ونوضعوها في الكسكاس ديالنا، الكسكاس اللي درت فيه من قبل الماء طايب حتى طلعت فيه الغليه مزيان مزيان، فغادي ندير فيه اللفت وغادي نحط عليه البرمه الكسكاس ديالي عفوا، وغادي نخليه باش تطلع فيه التفويره. فكما كتشوفوا انا درت فيه اللفت وحطيته لان اللفت كيبغي الطياب بزاف. من بعد تقريبا شي 15 دقيقه بحال ما هكاك، مهم حتى كتبان لينا الغليه طلعت مزيان مزيان في الكسكسو ديالنا، كناخذو ثاني مره كاس ونص ديال الماء، كنحاولوا وهي باقه سخونه بحال كنبردو بها وكنحركو باش كيتشرب علينا هذاك السميد ديالنا.
وكيولي لينا غادي وكيتحل، يعني غادي وكيتنفخ. فراه نسفيلو تبارك الله كتعطي الخير والبركة، واخا كتبان لكم في الأول يعني ضعيفة، فمن بعد ما كتسقى بالماء وكتفور فراها كتطلع. من بعد غادي نخليها حتى يبرد لي تماما، وغادي نوضع خيزو ديالي في البرمة والبطاطا كذلك، وغادي نهز الكسكسو ديالي لتاني مرة من بعد ما برد ليا، غادي نوضعه في الكسكاس. وهذه هي تاني تفويرة، فأنا كندير ليه 3 ديال التفويرات، غادي نوضعه في الكسكاس ديالي. من بعد ما فار لي المرة الثانية فغادي ندير نفس العملية، غادي ندير كاس ونص ديال الماء هو اللي غادي نحتاج، غادي نحاول نخرج بيه بهذا الشكل هذا، نبقى نرش بيه وانا كنحرك. ومن بعد غادي نزيد القرعة ديالي والقرعة الخضراء والحمراء، غادي نزيد الربيع والفلفلة ومطيشة اللي سبق لي حكيت. مطيشة تكون محكوكة. وغادي ناخد تاني الكسكسو ديالي من بعد ما برد لي تماما، فغادي نوضعه في الكسكاس. فانا ما كندير الخضره حتى كنقرب، يعني حتى كنحيد كسكسو وكنخليه حتى كيبرد، فعاد كندير الخضره صافي، وكنهز الكسكسو ديالي كنديرو في الكسكاس وكنردو فوق البرمه. ومن بعد غادي نردو فوق البرمه حتى يطيب لي تقريبا كما قلت لكم، غير تبان لكم يبان لكم شويه بدا الفار كيطلع، يعني راه كيبان واحد البخار خارج منه بزاف بزاف، ونخليه واحد شويه حتى يبان لنا راه طاب، ماشي غير نديرو دغيا ونحيدوه. فمن بعد ما طاب لي ما كندير ليه لا ما لا والو، كنحاول غير نحلو بهذا الشكل، وكنوضعو في القصريه اللي غادي نقدم فيها، وكنبدا نقدمو كيف ما بغيت، يعني كنحطو الكسكسو لتحت وكنديرو من فوقو الدجاج عادي كيف ما معتادين او كيف ما كنعرفو. كما كيبان لينا الكسكسو محطوط لينا، فكنحط عليه خطيره من الجوانب، كنحطوه الحمص وكل شيء، وكنقدموه للناس ديالنا او للضياف ديالنا. وكنتمنى ان شاء الله ليكم جمعه مباركه، وكنتمنى ان شاء الله باذن الله اللي كيزور قناتي اول مره ما ينساش الاشتراك على القناه وتفعيل الجرس للتوصل بجميع الجديد.